السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم وأشرب بكم، ويا مرحب ويا مية هلا، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير وصيام مقبول إن شاء الله. أخواني الأعزاء، عندنا أغنية أهي يا جميل يا اللي نسيني، هذا اللي يعني الغناء الجميل الأصيل العربي، طلبوه كثير من الإخوان الأعزاء وراح أعزفها أنا. وقبل ما أبدأ بقضية مهمة جدا، اللي هي الاشتراك بالدورات الموسيقية، اللي هي 8 محاضرات شهريا، واللي من خلالها انه تقدر انه تبدا بتعلم العود من الصفر بطريقه بسيطه وطريقه سهله، بعيدا عن التعقيد اللي سائد عند كثير من المدرسين او اللي يريدون يعلمون واللي ما يوصلون المعلومه عند الاخوان الاعزاء اللي هم الاصدقاء اللي يريدوا يتعلمون. تعلم العود، تتعلم الغناء وبطريقة بسيطة وسهلة. موجود رقم الواتساب أسفل الفيديو اللي يحب إنه يشترك بالدورات الموسيقية. ناخذ الـ 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 الأغنية. فا فا مي فا لا صول فا مي صول فا مي لا. أنا أقسم لكم إياها تقسيم للمبتدئين. فصير عندك وينعاد الكوبليه أكثر من مرة حتى تكون طريقتها مبسطة وسهلة لكم. وأني أتمنى أنه عجبتكم هذه الطريقة البسيطة واللي تأخذونها أكثر بالدورات الموسيقية بالتفصيل، وأني شرف إلي الكبير بتقديمها لكم. وتحياتي لكم، وموجود رقم الواتساب أسفل الفيديو اللي يحب يشترك اشتراك بثمان محاضرات شهريا. وتحياتي لكم، مع السلامة، ورمضانكم كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.